وات بدلة باتمان، مقر باتمان هذا ولا ايش؟ ما تخافش، اهدى، احنا بشر زيك. بص، احنا بشر زيك، احنا الابطال الخارقين، وكنا بندور عليك يا باتمان علشان تنقذنا. اهو يا نهار اسود. انا وصلت. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ بدأنا بداية جديدة بماينكرافت يا شباب، ودلوقتي ده البيت البسيط بتاعي، شايفينه؟ بيت بسيط يعني على قد كده، بس مش مشكلة، ان شاء الله هنطور البيت ونكبره. يلا بينا دلوقتي، لازم نجيب خشب علشان نكبر البيت. ايه جاهزين؟ يلا بينا نروح نجيب الخشب. عايزين نوصل الفيديو ده لألف لايك، هداها ولا مش هداها؟ انا عارف انكم اساطير وهتعملوها. يلا بينا يا شباب نروح نجمع الخشب دلوقتي. يلا بينا نروح نجمع خشب. انا عارف اني هقص بايدي اول فتره، بس يلا مش مشكله، انا هتعب شويه بس معلش. في خشب كتير هنا، بصوا والله هتعب. بصوا انا هتوغل جوه واجيب لحمه بقى واجيب حاجات. انا عايز الفرخه دي. تعالي هنا، اوبا تعالي هشويكي واكلك مشويه يا معفنه. تعالي هنا، تو ربنا ما هسيبك، تعالي. مسكتها. اوكي، ايه نجيب خشب تاني. يلا خلي اللحمه دي. اوف، ثلاث خشبات، انا لازم اعمل اكس يا معلم، كده ما ينفعش. طب بصوا بقى على التعب اللي احنا فيه ده، انا خلاص مش عايز اجيب الخشب، عايزين نروح نصنع اكس بقى. ايوه نروح نصنع اكس، وبعدين نعمل حاجات كده غريبه ويعني تسهل علينا الحياه شويه. يلا بينا نروح البيت دلوقتي، نريح ونعمل اكس ونعمل الحاجات دي، بعد كده ايه نطلع نجيب الشجر والخشب وكل حاجة احنا عايزينها. يلا بينا. طيب نرجع البيت. ايه ده؟ يا نهار اسود، يا نهار اصفر، البيت تبعي انحرق. اه يا دنيا ليه كده؟ انا هاخد دول، هيلزموني اكيد. لا طيب يا شباب، لما اروح القارب بتاعي انا خلاص خسرت كل حاجة. يلا ماشي معلش، الله يسامحك يا زمان، الله يسامحك. امشي يا فرخة. انا هتعب الفرخة دي. يا بنت امشي، يا بنت امشي، حرام عليك اللي انت بتعمليه ده. ايه ده؟ بصوا الجو بقى عامل ازاي، ضلمة ومش شايف حاجة، بس انا شايف كهف هنا تحت المية، بس اكيد مش هنزل تحت يعني علشان شايفين المخلوقات دي. اقسم بالله تاكلني، تقطعني، تعمل مني حاجات غريبة. انا هروح الشط هناك. ايه ده؟ ايه المكان المنور ده؟ اوه شباب شوفوا المكان الغريب، تعالوا نفوت نستكشف، تعالوا. اوه واو، ايش هذا المكان؟ واو وات، لا 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 لا، لازم اشوف هذا المكان بعدين ارجع، بعدين ارجع اشوف هذاك الشيء. انا وين؟ ايش في؟ ايش هذا، مطعم يعني ولا ايش؟ مش فاهم شيء والله، ماني فاهم. واو سرير كمان، والله المكان اسطوري. بدل البيت اللي احترقت انا راح اسكن هون. اوف اوف اوف، تعالوا صراحة انا بدي استكشف هذا المكان. واو مش طبيعي المكان. وات بدلة باتمان، مقر باتمان هذا ولا ايش؟ بيفتح. اوه باتمان بلاك جرين. اوه ملفات الجوكر كلها عندي. اوه عندي ملفات. وات والله غريب هذا المكان. طيب انا راح اجرب، والله راح اجرب البس البدله، شكلها اسطوريه. والله شكل لبستها لبسي. واو لا 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 لا، ما تحكوا لي ان انا صرت البطل الخارق باتمان.
مستحيل. واو. طيب ايش عندي؟ عندي قوة ولا من غير قوة كمان؟ طيب البدلة الثانية شو؟ البدلة الثانية اكيد اقوى من هاي البدلة، فانا راح اخليها. لا لا لا، ما راح البسها. لا بدي اطلع برا صراحة. واو، شوفوا كيف صرت سريع. واو، وات، صرت سريع. والله صرت سريع. في صندوق جوا غريب كمان هناك، انا ما شفته. هذا الصندوق ايش فيه؟ هذا المسدس تبع باتمان الحبل. اوكي عجيب. وات، ايش هذا الصوت؟ ايش هذا الصوت؟ انا لازم اطلع اشوف برا ايش فيه. ايش فيه؟ انا مش فاهم شيء. طيب انا لازم اجرب المسدس تبع باتمان الحين. واو واو واو. لا 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 لا، جديد على هالسوالف وما اعرف استخدم هذا الشيء. لا اجرب. اي 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 اي، وجهي حك يا شباب، انا وجهي حك بالحيط. ايش اسوي؟ كيف استعمله؟ انا ليش علي هيك طالع من القناع؟ لازم علي تكون جوا القناع، هو شكله اصلا مش لي. بعد اليوم انا خلص مش هستعمل هذه الشغلات. انا خلص حرميها كلها، ما بدي ولا شيء من هذول، حتى اللحمه هاي وحتى الخشب مش محتاجه خلاص. انا صار عندي بيت صاروخي اسطوري عجيب. طيب يا شباب، باين كده ان الدنيا بقت ليل وانا مش قادر اكمل برا، وباين ان انا بقيت البطل الخارق باتمان، بس انا برضه لسه خايف والله العظيم. تعالوا نبص للغرف اللي جوه تاني، نشوف يمكن نلاقي حاجه غريبه ولا. تعالوا يلا بينا. بص انا هخش دلوقتي ابص كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الباب الغريب ده يا عم؟ بيقفل وبيتفتح لوحده، والله باب غريب. طيب يلا بينا. ايه؟ بص انا مبسوط بالسرعه دي بتاعتي. يا سلام، انا سريع قوي. والله والله المكان ده غريب، اقسم بالله غريب. طيب ايه، اروح انام بقى علشان الدنيا ليل ولا؟ والله انا عايز. يلا ماشي خلاص. ايه ده؟ مين هناك ده؟ ده شكله باتمان. انتوا مين؟ باتمان؟ ما تخافش، اهدى اهدى، احنا بشر زيك. بص احنا بشر زيك، احنا الابطال الخارقين وكنا بندور عليك يا باتمان علشان تنقذنا. تعالى اطمن، ما تخافش. انقذكم من ايه بس؟ ايه ده؟ ده في نمل بالارض. انت مان هنولع فيك. بطل تسرح النمل بتاعك ده، اسكت. ايه ده صوتهم عامل زي النمله برضه. احنا اسفين. بص انا عاوز اقول لك، احنا كنا المقر بتاعنا مقر ابطال الخروكين جنب المقر بتاعك ده، وفجاه لقينا الجوكر وكان بيقول ان انا لازم اقضي على باتمان، فانت الوحيد اللي هتقدر تهزمه، علشان كده احنا بندور عليك. عايز يقضي عليا يا عم؟ انا ما عملتش حاجه. بص يا عم، انت انا هقول لك اللي حصل معايا. انا كنت ساكن في الجزيره في امان ربنا، بس كنت بقطع بالشجر، رحت راجع للبيت لقيت بيتي والعان محروق كله، بقيت هوملس. عارف يعني ايه هوملس؟ ايوه عارف، زينا كده. ايوه زيكم. انتوا هوملس؟ احنا هوملس. اهو بص انت من هوملس اهو. بص واقف أيوة. مستغرب مش عارف بيعمل اي حاجه في اي حاجه. بص بيطلع عليه النمل ويكبر ويصغر، غريب الراجل ده. المهم يا معلم، رحت راكب المركب بتاعي ولقيت الكهف الغريب ده، بس انا مش باتمان يا عم. انا مش يد عليا. ايه بس يد عليكم انتوا؟ انا ماليش دعوه بحاجه، روحوا انتوا مع نفسكم. ما تقلقش، كلنا كنا زيك كده لحد لما قعدنا نستكشف البدل بتاعتنا. بص انا بشري بس انا عندي قوه هالك البطل الخارق، بس بصراحه ما قدرتش اتحول علشان ما كنتش عارف ادخل من الباب، انما دلوقتي بص انا هتحول لك دلوقتي الهالك، بس ما تخافش. ها بص، ايه ده؟ شفت بقى؟ يا نهار اسود، يا لهوي. بقول لك، هو النمله راح فين؟ ليكون نزل تحت الكنبه. ايه ده؟ بيصغر وبيكبر. المهم انت حاول تستكشف القدرات اللي معاك في البدله دي، وتعالى معانا بسرعه على مقر الابطال الخارقين. ده ما بقاش نمله. ايوه ده بيصغر وبيكبر. اكبر دلوقتي، اكبر يا انت مان. خليك عملاق. استنى هدوسه، استنى هدوسه. لا ما تدوسوش، انا هخليك دلوقتي احنا جنبه، احنا اللي نمل. تعالى يا انت مان، غرق ده ولا ايه؟ يا نهار ابيض ده غرق. هيطلع ازاي؟
اقتله اقتل يا باتمان السكيلتون ده يا باتمان، جرب قدرتك الخارقه فيه. بص اقتله. هجرب كده. يلا يا شباب هجرب عليه حاجه كده. يلا. ايه ده؟ انا جمدت النمله كمان. يا نمله عاش. يبقى نقدر نستغل القدره بتاعتك دي ان انت تقدر تجمد الجوكر قبل ما يهرب بعد ما يضرب علينا الغاز السام. مش قلت لك؟ يلا يا انت مان وريك القوه الخارقه بتاعتك يا انت مان. يلا اكبر يا انت مان اصدمه. يا نهار اسود يا نهار. ايه ده؟ اهربوا اهربوا. قاعد بتتريق عليه وتقول نمله دينا، احنا اللي بقينا نمله. وارتحت. يلا يا شباب دلوقتي على مقر الابطال الخارقين. مستعد؟ لازم تطير يا باتمان دلوقتي ويلا بينا. دي فرصة برضو. جرب الحبل اللي معايا. الابطال الخارقين شكلهم هناك كلهم. يلا بينا. انا وصلت يا شباب استنوني. ده المقر. انا جاي هجرب دلوقتي. هجرب الحبل. يلا يا شباب انا هجرب الحبل بتاعي دلوقتي. ايه ده؟ تعالى مستنيينك. يا رب يشتغل بس. اوبا ده روحت تاني. ايه ده؟ ده حبل غريب. حلو عادي. ما اوعى تيأس استمر. هجرب تاني معلش. اهو يا لهر اسود. ايه ده؟ الحبل غريب. استنى هجرب حاجة تانية. بص استنى بس. انا جاي. بص اهو على المقر بتاعكم على طول. اهو يا نهار اسود. انا وصلت. انت بتضحك. مبروك. هم الابطال الخارقين كلهم هنا كمان اهو. تعالى يا باتمان تعالى. الابطال الخارقين كلهم هنا. تعالى يا شباب. انتوا كنتوا فين؟ ايه ده؟ مين دول؟ شريكه مهنا. اهلا بازوكا سوبرمان وشازم وسبايدر مان. كنتوا فين يا شباب؟ لا ده باتمان يا شباب. انتوا ما تعرفوش ايه اللي حصل. واو. طب لقيته ازاي باتمان؟ اللي اكتشف مكانه هو ايرون مان بالحراري بتاعه. قدر يوصل لكهف معين واحنا رحنا وفي الاخر اكتشفنا ان هو ده باتمان. طب ورينا كده قدراتك يا باتمان. لا بص بصراحة انا لسه مش متقن القدرات بتاعتي، بس عندي قدرة كده. يا رب تظبط. يا رب بسم الله. شفت؟ ايه ده؟ شفت ازاي؟ واو. ايه رايك يا معلم؟ طب دلوقتي كل واحد عرفنا بنفسه وما عرفناش مين بلاك بانثر ده. صغر اهو. مش بقول لك ده هنستخدمه يا شباب ان احنا نقدر نتجسس بيه على الاشرار. ساعتها هنبعته ومحدش هيشوفه. بص بقى بلاك بانثر ده يقدر يتسلق كده زي. تعالى يا بلاك بانثر نوريهم احنا ازاي بنتسلق. بص احنا عارفين يا سبايدر مان. ايه ده؟ انما هو يقدر يتسلق وانا اقدر اطير. وانت بتطير. بصوا يا شباب بصوا القوة الخارقة الجديدة بتاعتي اللي انا اكتشفتها. تعالوا قربوا مني كده. ايه؟ كلكوا جنبي صح؟ ايوه. بصوا الواد ايرون مان لما عصبني قمت عامل كده. ايه ده؟ ايه ده؟ الشباب وقعوا تحت. بقول لك يا هولك يلا باين يا جدعان بدون بقى تضييع وقت وكده. عايزين بقى نطلع نشوف الجوكر فوق ولا مشي ولا احنا خلاص لقينا باتمان. لقينا اللي احنا كنا عايزينه. يلا بينا. فعلا يا شباب الجوكر. يلا انا معاكم. يلا شباب استنوني. ايه ده الجوكر ده ولا ايه؟ شفتوا قلت لكم الجوكر جالنا ووصل تاني. فعلا واضح انه عارف ان معانا باتمان. هو ده. اضربه. يا عم انتوا بتضربوني انا. سيبني اجرب. استنوا سقف. الازاز راح فين يا سيكتور؟ شباب انا هجرب القوه بتاعتي عليه. ابعد يا هالك. ايه ده؟ ده مش بيتاثر بحاجه. ثواني يا جماعه ثواني. واو ثواني مين اللي ولع فيا ده؟ ثواني انا بقول لكم يا شباب واضح ان دي دميه، بس انا حاسس ان دي ممكن تكون رساله من الجوكر وتهديد. تفتكروا هو قصده ايه بان هو يسيب لنا دميه على شكل الجوكر؟ بص يا عم هالك، هو اكيد ترك لك الرساله دي اللي هو يعرف مكاننا ومراقبنا وعارف كل حاجه عننا. فعلا معاك حق. يبقى احنا يا شباب لازم ناخد حذرنا ونستعد لمواجهه الجوكر في اي وقت، لان هو ممكن يظهر لنا ويحاول ينتقم مننا كلنا مره تانية. مستعدين يا ابطال؟ أيوة. مستعدين. طيب يا شباب زي ما انتم شايفين كده ان احنا بقينا ابطال خارقين كتير اوي. باتمان وسبايدر مان وسوبرمان اسمه ايه ده النملة الصغير ده وهالك ومش عارف ايه كلهم متجمعين هنا، وايرون مان كمان مش هننساه. بس ايه قدامنا؟ بطل شرير. هو مش بطل،
هو والله ما عارف اقول لانه ايه. المهم واضح ان كده هتبقى معركة كبيرة، فيلا يا شباب اكتبوا لي بالكومنتات عايزين نعمل بالجوكر ده ايه. هو ظاهر انه عايزني، عايز يقتلني انا. يا رب استر، يا رب يا رب سترك يا رب. ما تنسوش المقطع ده من لايكاتكم يا جدعان. باي باي.